الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: إنا إلى ربنا راغبون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هل هنالك وصفة لتحسين الأداء في الأعمال؟ قبل الإجابة على ذلك، لابد من أن نقول: شئنا أم أبينا، فإن كل واحد منا يقوم بأداء بعض الأعمال، إذ لا يمكن لأحد من الناس أن يكون نائما في سريره بلا حراك طوال الأيام والليالي إلا إذا كان في حالة الاحتضار. فالإنسان حتى في صورة سكونه وسكوته يقوم بعمل السكوت والسكون، وهو عمل، أي أنه يجبر نفسه على السكوت أو يجبر نفسه على السكون، تماما كما نشاهد في بعض الأفلام أن هنالك من يتكلم ويمشي ويقوم بعمل، وهنالك من هو واقف وينظر إلى ما يجري. هذا عمل، صحيح أنه واقف لا يتحرك لا يقول شيء، لكنه يقوم بعمل الوقوف أو بعمل النظر أو بعمل الاستماع إلى ما يجري. فدوره أن يكون واقفا وساكنا، بينما دور زميله أن يتحرك ويتكلم. إذن السكوت والسكون أمران يقوم بها هذا الشخص، لأنهما عمل. فما دمت إذن أنت تقوم بعمل ما خلال اليوم والليلة، إما تقرأ وإما تكتب وإما تتكلم وإما تبني، أو أنك في حالة السكون في حالة الاستماع، إذن أنت تقوم بعمل. ومن الضروري أن تحسن من أدائك لهذا العمل، مهما كان العمل الذي تقوم به بسيطا وعاديا. هنا سؤال: هل يكفي أن نقوم بالعمل كما كنا نقوم به دائما، أم لابد أن نطوره؟ الجواب قطعا ويقينا لابد أن نطور أعمالنا، لأن عدم تطوير العمل معناه التوقف، والحياة متحركة، فمن يتوقف معناه يتراجع إلى الوراء. كيف نحسن أداء الأعمال؟ الجواب من خلال الوصفة التالية. أولا، حاول أن تؤدي عملك برغبة إلى ربك، فارغب فيما يرتبط بعالم الآخرة والعمل من أجل الثواب والعمل من أجل الجنة. لابد أن نقوم بعملنا برغبة لا من دون رغبة. أد عملك برغبة وكأنك تستمتع به، ولا تؤديه كمجرد عمل يجب عليك أداؤه. شوف الطفل، أي عمل يقوم به الطفل، أي حركة من حركاته يؤديها برغبة بحماس. أنت أيضا أد أي عمل من أعمالك برغبة، لأن من يقوم بعمله وهو يستمتع به يختلف تماما عن من يقوم بالعمل وهو لا يرغب فيه. انظر إلى الأطفال على ساحل البحر وهم يجمعون بعض الرمل على بعض، ثم يعملون نفقا في هذا الرمل الذي جمعوه ثم يهدمونه. هذا العمل يؤدونه باستمتاع كامل، يعني سواء حين يقوم الأطفال بصنع كومة من الرمال يجعلون بعضها على بعض على ساحل البحر، أو حينما يهدمون هذا يقومون به برغبة لأنهم يستمتعون به. أنت أيضا أد عملك وأنت تستمتع به. قد تسأل: أنا موظف، ما
ما أستمتع بهذا العمل، إنما أقوم بهذا العمل لأنني أستأكل به، يعني هذا مورد رزقي، سواء أديته وأنا أستمتع به أو أديته وأنا لا أرغب فيه، لا فرق، رأس الشهر أجي أخذ الراتب. شلون أقدر أستمتع بعملي؟ جوابي من خلال أن توحي إلى نفسك بأنك تحب هذا العمل. هذا الإيحاء يجعلك تحبه، فإذا أحببته أديته بالاستمتاع، أديته بالرغبة، وهذا هو المطلوب. وأيضا من خلال أن تنظر إلى نتيجة عملك، حينما تضع في بالك نتيجة العمل ترتاح إلى النتيجة، تستمتع بالنتيجة، ترغب في العمل. لنفترض عندك قطعة أرض وتريد أن تبنيها بيتا، وهذا يستغرق عام كامل، تشوف كل يوم تجي وتطالع العمال وهم يضعون حجرا على حجر وتستمتع بهذا العمل. ليش؟ لأنهم خلي في بالك البيت كامل يوم اللي تجي تسكن في هذا البيت. فإذا كنت مثلا ممن يكتب في الصحف أو يؤلف الكتب، فتصور أن هنالك من يشتري الجريدة ويقرأ ما تكتبه، استمتع بعملك ككاتب، فإنه يؤثر في الآخرين. في دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام نقرأ: اللهم صل على محمد وآله وارزقني الرغبة في العمل لك لآخرتي. مو فقط ارزقني التوفيق للعمل، إنما ارزقني الرغبة في العمل لك لآخرتي حتى أعرف صدق ذلك من قلبي. هذا في عمل الآخرة، فلا بد أن نؤدي العمل ونحن نرغب فيه. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لبلال: أرحنا يا بلال، يعني كان ينتظر الأذان لأنه يرتاح إلى الصلاة، يرغب في الصلاة. أحب من دنياكم ثلاث، يقول: وقرة عيني في الصلاة. شايف واحد يؤدي الصلاة من دون رغبة، واحد يؤدي الصلاة وهو يعرف قيمة الصلاة وقيمة الوقوف أمام الله وقيمة الكلام مع رب العالمين، مع جبار السماوات والأرض، فيؤدي هذا العمل برغبة. ارزقني الرغبة في العمل لك لآخرتي حتى أعرف صدق ذلك من قلبي، لأن الرغبة في القلب. الإنسان الحب والبغض وين؟ بالقلب. طبعا لا أعني بالقلب يعني في هذا المكان الصنوبري اللي لا يعقل ولا يفهم، لكن مصدر الحب والبغض القلب، حتى أعرف صدق ذلك من قلبي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في تحسين العمل: كن طيبا إلى أبعد الحدود، حاول أن تكون طيب، قرر أن تكون طيب. بعض الناس طيبين لكن بعضهم مو طيب، يتمنى لو كان طيب. زين، قرر، هذا بيدك، قرر أن تكون طيبا، ولكن لا تسمح لمن يريد استغلال طيبك بأن يدخل عليك، يستغلك، يبتزك. يعني مطلوب منا أن نكون طيبين مع أهل العالم، إلا مع الدجالين، إلا مع الظلمة، إلا مع أولئك الذين يستغلون طيب الناس ويدجلون عليهم. لا، مع هؤلاء مو مطلوب أن تكون طيب. مع الناس العاديين كن مثل رذاذ المطر الذي ينزل في يوم ربيعي، أما مع أصحاب النيات الشريرة فكن كحائط لا يمكن النفوذ فيه. فليس من الطيب أن تقبل الخديعة، أن يخدعك واحد، لا، هذا مو مطلوب. كن من الأشخاص اللي ما تخدع. الحديث الشريف يقول: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين،
الإنسان اللي يخدع واحد لازم مرة ثانية ما ينخدع. الله ما طالب من عندك أن تنخدع، أن تكون طيب مع الناس، تكون طيب مع الطيبين، تكون طيب مع الخبثاء، لا، هذا مثل التواضع. مطلوب التواضع لكل الناس وفي جميع الأحوال، لكن ليس مع المتكبرين. التكبر مع المتكبر عبادة. الأمر الثالث، أد كل عمل تقوم به بأفضل ما تستطيع وليس بالحد الأدنى. في نفترض واحد يقدر يلقي محاضرة بشكل جميل جدا، لكن ما يسعي أنه يلقي تلك المحاضرة بشكل جميل، هذا غلط. أي عمل تريد أن تؤديه حاول أن تجتهد فيه وتؤديه بأفضل ما تستطيع، وهذا ما دعانا إليه رسول الله في قوله إن الله يحب أحدكم أن إذا عمل عملا أن يتقنه. لنفترض أنك تسوق سيارتك في الشارع، هذا عمل عادي يقوم به ملايين من الناس كل يوم، إلا أن البعض يتمتع بسياقة السيارة وهو يسوق سيارته، ويسوق السيارة بأفضل ما يستطيع، وبعضهم يجلس وراء المقود متذمر، فهو طول الطريق يحرق أعصابه. البعض يسوق سيارته بأفضل ما يمكن، لا يتجاوز حدود السرعة، لا ينحرف ذات اليمين وذات الشمال، لا يتعدى على حقوق السواق الآخرين، ولا يسمح للآخرين أن يتعدوا على حقوقه. هذا يؤدي عمله بأفضل ما يكون في كل وقت. الأمر الرابع، تعلم المزيد فيما يرتبط بعملك. يعني عندك علم بمقدار معين في عملك، زين، فوق كل ذي علم عليم، روح أتعلم زيادة في مجال عملك، أتعلم زيادة. إذا كنت ممن يكتب قصص وقصصه مرغوبة عند الناس، هل هذا يكفي؟ لا، لابد أن يسبق نفسه في كل مرة جديدة حينما يكتب قصة جديدة، وبعد لازم يقرأ قصص الآخرين، أن يتعلم المزيد فيما يرتبط بعمله. كذلك المهندس، كذلك الطبيب، كذلك العالم. في الروايات عندنا أطلب العلم من المهد إلى اللحد، إلى آخر لحظة من حياتك وإلى ما بعد موتك، لازم تتعلم المزيد في مجال عملك. القاعدة الأساسية تقول إن هناك دائما مجال واسع، مجالا واسعا لتحسين العمل وتطويره. ومعنى قول الله وفوق كل ذي علم عليم أن هذه سنة ربانية في الكون، فمهما كنت متقنا لعملك فهنالك مجال بأن تطوره أكثر. فلو افترضنا أنك ضربت الرقم القياسي في مجال من المجالات وكنت الأول، فاعلم أن هناك من الممكن أن تتجاوز أنت الرقم الذي أحرزته بنفسك في السابق. هذا ما نقرأه في أبطال الأولمبياد، أن فلان كان أول في الأولمبياد، ألعاب الأولمبياد السابقة، وأحرز الرتبة الأولى وضرب رقم قياسي. يقولون ضرب رقم قياسي على نفسه، يعني إذا كان سابقا في المباريات السابقة استطاع أن يحمل 250 كيلو بضربة واحدة، هالمرة قام بحمل 251 كيلو بضربة واحدة، وهذا ما يفعله كبار الرياضيين دائما. يعني تتجاوز الرقم اللي أنت أحرزته من قبل. وبالطبع فإن هذا يتطلب أن تحصل على آخر ما توصل إليه العلم في مجالات عملك، لا تكتفي بمعلوماتك السابقة، تستفيد من آخر التطورات. اقرأ المزيد مما يرتبط بالعمل، واعلم بأن هنالك فرصة لكي تحسن عملك دائما، لأن الغرور قاتل. أكو بعض الناس يقول أنا وصلت إلى نهاية ما يمكن أن يصل إليه بشر في مجال علمي،
مهنتي، في مجال عملي، هذا معناه غرور، والغرور قاتل، معناه يتوقف غيره يتجاوزه. فإذا ظننت بأن ما فعلت هو أحسن ما يمكن أن تفعله فأنت مغرور، وإذا صرت مغرور معناه ما راح تطور عملك. الناس دائما ينتظرون منك الأفضل مما قدمت لهم حتى الآن. الخطوة الخامسة لتحسين أداء الأعمال سواء كانت عبادية أو اجتماعية أو مهنية، هو أن تهتم بأداء الآخرين كما تهتم بأداء نفسك. يعني إذا كنت تعمل في فريق عمل، فحاول أن تفكر لمن تعمل معهم. يعني في نفس الوقت اللي تنافسهم في العمل فكر لهم، ارفع مستوياتهم، قدم لهم المشورة لتطوير أعمالهم. لأنه إذا نجح الفريق فإن بعض نجاحه سوف ينسب إليك، تماما مثل فريق كرة قدم. فريق كرة القدم إذا نجحوا في المباريات فالنجاح ينسب إلى الكل. إذن علينا أن نهتم بأداء من يعمل معنا. إذا فشل الفريق، فحتى لو كنت أنت ناجح في عملك وداخل الفريق وأديت أفضل ما يمكن، لكن فشل الفريق يصيبك بالفشل، أنت يحسبوك فاشل مع أنه بالفريق كنت ناجح، بس الفريق ككل كان فاشل. سادسا، اجعل محيط العمل مريحا. يعني خلي محيط العمل، الغرفة اللي تعمل فيها، بلا فوضى. وانت واحد من الاشخاص اللي لازم يكون عندك لين بلا ضعف، وحزم بلا عنف. اجعل الاخرين يشعرون بالسعادة وهم يعملون معك، بشرط أن لا يكون ذلك على حساب أدائهم. في واحد يكون مسؤول عن مجموعة من الأفراد، دائما ينكت معهم، يذكر ظرائف لهم. محيط العمل كل محيط فوضى، محيط ليونة أكثر من اللازم، مو حزم، الأعمال تتأخر، هذا مو مطلوب. يعني مو مطلوب أن تتحول إلى مجرد صاحب ظرائف ونكت، أو حسب التعبير الإنجليزي جوكر، يعني دائما يجيب جوك للآخرين، هذا مو مطلوب. إنما المطلوب أن يشعر الآخرون بالراحة في العمل معك والقربة منك، لأن هذا يأثر على عملهم وأدائهم. سابعا، اهتم بالنظافة، نظافة ملابسك، نظافة جسدك، بل أقول استخدم العطور بدون إسراف، لأن جمال المظهر مطلوب كما هو مطلوب جمال الجوهر. الجوهر جوهر العمل، أداء العمل لازم يكون جيد، والمظهر أيضا لازم يكون جيد. أنت تريد أن تسكن في بيت جميل وقوي، أساسه قوي، يعني الجوهر ماله قوي، والظاهرة أيضا جميل. المطلوب كل الأمرين، جمال المظهر وحسن الجوهر. ثامنا، حاول أن تكون النموذج في عملك. مثلا أن تكون النموذج في الالتزام بالوقت، حتى لو كان غيرك ما يلتزم بالوقت، أنت خليك نموذج، خلي الآخرين يقولون ترى هذا من بيناتنا ملتزم بالوقت. خليك نموذج في أداء الأفضل من العمل، خليك نموذج في التعاون مع الآخرين، خليك نموذج في الاستفادة من كل لحظات الحياة بما في ذلك لحظات الاستراحة، وكن ممن يشجع غيره من خلال عمله وليس فقط من خلال كلامه. حينما أقول تكون نموذج، يعني أنت وجودك موعظة للآخرين، نصيحة للآخرين، يدفعهم إلى تقليدك في حسن أدائك. تاسعا، اعرف
حدودك. يعني مثلا مهما كان عملك جيد، فإذا كان عليك رئيس فيعرف أنه هو الرئيس مو أنت، أنت بالنسبة إلى رئيسك مرؤوس، وبالنسبة إلى من تحت يدك أنت رئيس. تصرف في كل موقع بحسب موقعك، يعني لا تصرف كرئيس مع رئيسك ولا كمرؤوس مع مرؤوسك. هذه من الحكمة، أن تضع نفسك في الموقع الصحيح. فحاول أن تحترم رأي رئيسك وأن تنفذ ما يطلبه منك، واحمل الآخرين على أن ينفذوا أوامرك ما دمت رئيسا لهم. طبعا افعل كل ذلك من دون أن تتكبر على أحد أو تتآمر على أحد أو تقبل الذل من أحد. اجعلهم خاصة المرؤوسين يتقربون إليك بتنفيذ ما ترغب منهم وما تطلبه. عاشرا، كن مخلصا في أعمالك. كل عمل تؤديه أخروي، دنيوي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، خليك مخلص فيه، لأن إخلاصك يؤثر في العمل، يعطي بركة للعمل. حتى بما يرتبط بإشباع رغباتك وشهواتك كن مخلصا فيها. الإخلاص لا يعني فقط أن نقوم بالعمل في سبيل الله وفي العبادات، وإنما يقصد في كل شيء. وهذا يتطلب أن تؤدي أعمالك لنفسها وليس من أجل التظاهر بها. وبالتأكيد ليس هذا بالأمر الهين. يقول الإمام علي سلام الله عليه: تصفية العمل أشد من العمل. أن يكون العمل صافي، ما في غش، ما في دجل. العمل تؤدي له ليس للرياء. شايف أحيانا عامل من العمال ما دام البناء على رأسه يرتب أمره، يوم البناء ما موجود ما يخلص في عمله. معنى لا يخلص في عمله شنو؟ أنه ما يؤدي العمل بأفضل ما يكون، يرائي. هذا الرياء مثل الرياء في الصلاة، يصلي لكي يراه الآخرون. العامل يعمل بالعمل حتى يراه صاحب العمل، فإذا صاحب العمل ما موجود كيف ما كان يمشي الشغل وإن كان على حساب العمل الحسن والجيد. تصفية العمل أشد من العمل، يعني أهم من العمل. تخليص النية من الفساد، الإمام علي يقول: تخليص النية من الفساد أشد على العاملين من طول الجهاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.